يعمل راكان في بقالية وسط مدينة رأس العين، ويتلقى مبلغا زهيدا من المال مقابل عمله، والذي لا يكفيه كفاف يومه، لا سيما مع حلول شهر رمضان المبارك، والذي تزامن مع ارتفاع في الأسعار وتقلب مستمر في سعر صرف الليرة السورية. يوميتي 7000 ليرة سوري، يعادل 10 ليرة تركي. 7000 أروح أشتري فيها ربطة خبز أو كيلو بندورة، يعني ما راح أسوي شيء. الأجور هنا عندنا كثير قليلة، فأنا نطلب من المسؤولين عن البلد يضخوا عملة للسوق ويمشوا أمور للسوق. توجهنا إلى المجلس المحلي في المدينة لسؤاله عما إذا كان لديهم خطة بديلة لسد هذه الفجوة، أو طرح العملة التركية كبديل آمن نوعا ما أسوة بباقي المناطق المحررة. الوضع الاقتصادي متدني لدرجة ما، وأكثر ما هو متضرر العامل والفلاح، كون لا يوجد فرص عمل والمنطقة معزولة انعزال كامل عن العالم الخارجي. فلذا نتوجه بالطلب من الجهات الدولية بالسماح للمنظمات الإنسانية بدخول هذه المنطقة. ضعف دخل الفرد في القطاعين العام والخاص واستمرار التداول بالليرة السورية أثر سلبا على القيمة الشرائية لدى الأهالي، دون توفر آلية معينة للحد من التدهور، ناهيك عن الفروقات في الأسعار بين ساعة وأخرى. نتضرر كمان على ارتفاع الدولار، لأن العمل التعامل كله بالسوري. يعني مثلا هلأ الكيلو الشاي من فترة كان ب50، احنا أخذينه على الدولار كان ب50، اليوم يساوي شي 60,000، ارتفع شي 10,000. إذا أنا ما أرفع بدي أتضرر. هي بتجي الناس هي بتقول لك حط لي بألف ألفين ثلاثة، كل واحد على قدرته، الناس ما عندها قدرة تشتري. هاي تدهور قيمة الليرة السورية والتقلب الدائم بأسعار تصريفها يزيد من معاناة الأهالي في مدينة رأس العين في ظل تقاضي عمال اليومية أجورهم بالعملة السورية. فهل نشهد خطوات عملية من قبل السلطات المحلية لمعالجة هذا الموضوع الذي أتعب الناس هنا؟ لقناة حلب اليوم، مهند البكور، مدينة رأس العين، بريف الحسكة.